لم تمنع حرارة الصيف هذا المواطن من احتساء قدح من الشاي في ذروة وقت الظهيرة، حيث تتعدى درجة الحرارة في شوارع بغداد 50 درجة مئوية. مجتمعنا متعودين على الشغل والأجواء الحارة، أنا بالنسبة لي جيت الصبح نزلت يم طريق محمد القاسم لين شوي ازدحام، جيت الساعة التعرين مشي، وبعد شوي يمكن راح أروح للشورجة مشي، متعود لأنه جاكوا جماعة يقول لك يا بنت ايش دعوه هالليل انه الجو حار فالمفروض ترتاح شويه، شلون جو حار يعني من البطل رزقنا هذا رزقنا هذا. موجة الحر في فصل الصيف وخاصة في شهر تموز اعتاد عليها معظم العراقيين، بعض رشات من الماء إذا اقتضى الأمر قد تخفف من وطأة الحر أو تناول الفاكهة المثلجة. هكذا يواجه المواطنون الصيف في كل عام تقريبا في ظل انعدام شبه تام للكهرباء. اطلع على باب الله أرحم الراحمين ومتعلمين على هاي درجة الحرارة، حتى لو كانت حارة احنا لازم نستقبل الحر، احنا نقول هاي حارة وهذا بارد وهذا قاعدين، هذا الجو هذا الله سبحانه وتعالى ما نقدر نتصرف برحمة الله. موجة الحر في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لم يثني أهالي بغداد عن الاستمرار بحياتهم اليومية بشكل طبيعي، فترى الناس يتجولون في الأسواق فيما يمارس الباعة عملهم اليومي.